اوكي رح ارجع عيد لانه كنا بعدنا مبلشين وكان عندنا هيك مدخله، لكن مع شيف شال عم نشتغل على عس مليت قشطه مع فستق حلبي، ولكن المانجا هو الانجريدينت اللي رح يغير كل شيء ويعطينا هيك تيست مختلف. صح، كنت عم تقول رح نعمل المانجا، رح نعمل بوشيه بالقطر. أوكي. دوك رح نغليها بالقطر لتصير نوع كونفي تقريبا، بس خفيف الكونفي عاده. أوكي. بيكون قطر سميك، نحن رح نعملها بسيرو القطر اللي حيكون كثير خفيف، يعني معدل كميه السكر لليتر المي، اذا بدك لكل ليتر مي بنحط تقريبا 400 جرام سكر، فينا ننزل اكثر، فينا ننزل ل 300 جرام سكر. ايه بيطلع خفيف. رح نعمل كمان رح نعطيه طعمه بالستار انيس. اوكي، ستار انيس او بنقول له الباديان، باديان بالفرنساوي. اوكي، رح نحطهم، رح نمشيهم هلا على النار، نحط مي والسكر لحتى بهالوقت ياخذوا الطعمه. هاي المي والعسملية اللي بتجي مقدمه اجمالا بطبق كبير صينيه، يعني بتحطها على الطاوله. لما صح. شفت الفيرين عم بستنتج انه رح تقدمها بشكل مختلف كمان. صح. مثل بورسيون فرديه لكل حدا، لحتى كمان مع قرفه، يعني يكون تعطي طعمه قرفه وطعمه ستار انيس. هلا فينا نحط قد ما بدنا، يعني مش اكيد ما نكتر كثير، لحط انا ثلاثه شتويات هالطعمات. هل فليفرز يعني هلا اذا بيكون القرفه والستار انيس، اذا بيكون كميه كبيره، بس انه هلا نحن حاطينها مع فواكه، يعني بتعطيها بس بتغير لها طعمتها شوي صغير، يعني بتزيد لها النكهه. رح حطهم لانه نكهات عاده يعني بتحطهم بالبيض السخن بدسرات دسمه. صح مزبوط. هلا رح انطر شوي صغيره بس لحتى يسخن شوي القطر. هلا الشغله المهمه انه نحن ما بدنا اياهم يهلطوا، يعني ما بدنا اياهم يفرطوا، لهيك نحن بنحضر السيرو بخليه يغلي شوي. أوكي. بس يغلي بنشيله عن النار، بننزل الفواكه بقلبه بخليها تشرب على مهلها، مش بنحطهم بنخليهم يغلوا معها. اذا خليناهم يغلوا معها كتير بتستوي حبة المانج. أوكي. وبتصير اللي كنت عم تقول عنه، بتصير كونفي. كونفي يعني بيتبخر المي من القطر وبيصير من القطر بيصير السكر سميك، وبيصير بعدين بتهلط الحبة. أنا بدي أعمل ترجمة، شوف الستار أنيس بالعربي شو بتسميها؟ هي من الفاميل الأنيس، يعني من اليانسون، تعطي طعمة يانسون بس شوي انه مختلفه وريحتها كثير حلوه. هلا ترجمها لينسون قبل اكيد. أي. مش يانسون، الانيس هو اليانسون، ولكن صار انيس ما عم بلاقيها. ايه هلا رح بلش بهالوقت انا اخلط الفستق الحلبي مع السكر، نعمل نوع مثل المفروكه، مفروكه الفستق، وحط معها الموارد. رح نبلش نخلطها. نلعب وحدة أكبر نرتاح أكثر بالشغل. هلأ إذا اسمها مفروكة ما لازم تستعمل إيدين، تحط كفوف و مزبوط تفرك مثل ما لازم، بس إذا ما كان في كفوف أوكي. خليك على المرة على كده أحسن. خليها بالقلب. أوكي عندنا هون القطر غلي، رح احط فيه عن عليه ونزل المانج. هلا هو الافضل انه نتركه نحن لفتره تقريبا اذا بدك 6 ساعات، هيك الفواكه بتشرب. يب مزبوط السيرو. اوكي مثل ما عاملينه نحن هيك، ونتركهم يبردوا. اوكي بعد 4 ساعات 5 ساعات. هلا طعمات اللي حطيتهم النكهات بعد عم تدخل لجواتهم. اكيد هلا بنسكر عليهم شوي صغيره لحتى نضبط البارفان يضلوا بقلبها. اوكي نحطها على جنب. اوكي هلا اذا بتيجي بتشوف هون هذا لوحده هو اذا بدك ديسير، يعني فيك تعمل منها هيدي، فيك تعمل منها ديسير مع القشطة، فيك تعمل منها مفروكة فستق مع القشطة. يعني أوكي. هون هلا حد زيته هيدا صح مكون أساسي، يعني هون المشاهدين عم بيشوفوا هلا عدة أنواع ديسير بديسير واحد، وأكيد رح نعملها بفيرين
لانه بتعطي حلو وما كثير بتجلغم. يعني اذا انت عامل قالب كبير وبدك تقطعه بيصير بيجلغم لما بيفرفت. هيدي حشوه على كل حال معمول او صح مزبوط. اوكي هلا العسمليه تنشرح شوي صغيرة عن العسمالية. كمان عندنا نحن هوميد نحن مخففينا شوي صغيرة كبالطعمة. عادة بيقلوها قالب السمنة. نعم يعني بتحطها بتكبسها. بس شو هي العجينة الأساسية لتعملها؟ هي عجينة عسمالية بتجي خالصة. بدنا نجيبها خالصة بكل الأحوال. إجباري بدك تجيبها خالصة. ما رح نقدر نشتغلها من لا بالبيت هيدي ما بيقدر الواحد يعملها. أوكي. بس هيدي أنه أكيد إلها مكانات بيعملوها. من شو معمول ال اكيد طحين ومي يعني طحين ومي اكيد في لها ريسيبي خصوصي بس نحن انا ما بنشتغلها ما بنعملها بس هي لها مكنه بتجي هيك مثل واحد وجاي كبير ومن فوق لها مطارح مثل بتنزل يعني هن بيحطوا مثل انطونوار مثل قمع بس بيجي عليه كله هيك مثل مبخوش وبينزلون بينزلوا خيطان مثل ما كانت الشيفدونج السباجيتي مثل الشيفدونج اكزاكتلي هذه هي كي رح نقطعهم. هلا كنا بس عم نشرح نحكي كيف بدنا نعملها لتطلع هيك مكبسه. بنحط العجين بنفركها شوي بالزبده. انا ما عملتها بالسمنه لانه السمنه بتعطي طعم كثير قويه. اوكي عملتها شوي فركتها بالزبده حطيتها على صينيه وكبستها تقريبا شيء 8 ساعات بس حطيت لها تقل لحتى تطلع هيك مكبسه مزبوط ما تطلع انه فيل شيء وتبقى اختي على بعضها لتقدر صح لا يقدر اقطعها لما تقطعها ما تفرط على الاخر مزبوط. هلا حتى اذا كانوا فارتين معنا هيك فينا نستعملهم بل بالكبايه منا غلط بس انه عم نفرجي للمشاهدين عندهم مثل اذا بدك مثل شواء يا بيستعملون مقطعين هيك يا بيستعملون مفرفطين سو بنحطهم بالفرن من بعد ما تتكبس بنحطها بالفرن وبنخبزها على درجه حراره 160-170 لحتى تاخذ لحتى تشقر. الطريقه التقليديه هي بيحطوا لها سمنه يعني بيغموها بالسمنه وبفوتوها على الفرن بيقلوها قالب بالفرن. اوكي يعني مثل الكب الشماليه صح مزبوط. فهذه الطريقه شوي اكيد طريقه اخف. اوكي رح نقطعهم هيك تقريبا بكل كبايه رح نحط ثلاثة صاروا هدول هني. هلا هدول الفرد انا بنصح المشاهدين اذا كانوا عم يعملون وطلع عندهم هيك فرد ما يكبون مع شويه قشطه وشويه قطر بيرفكت اكيد. اوكي هلا بدنا نبلش بالمونتاج. القشطه نحن جايبينها خالصه بس بيسوى اذا بدنا فينا نعمل نحن يا مهلبيه بتمشي كثير مع المهلبيه بتطلع كثير طيبه وبيسوى نعمل نحن القشطه على ايدنا. نحن سبق وعاملين عده مرات عجينه القشطه بردون عاملين عجينة مش عاملين كريم القشطة بس أوكي. يلي نحن بنشتغلها. إذا بيحبوا المشاهدين بيقدروا يفوتوا عندي على الفيسبوك بيج شيف شارل عزار بيقدروا يشوفوا الريسيتات إنه عاملينها قبل أو بيقدروا يفوتوا على الـ MTV حلقات قديمة لأن بنبش على ريسيبي القشطة صح. طيب شو رأيك إذا استعملنا بوزع قشطة؟ بوزع قشطة كتير طيبة كمان معها بس كمان بدها تنعمل هيدي على مينيو تصير يعني بدها تنسكب ودغري تنعطى أو صح. أو بدها تنعمل يعني قبل بفترة صغيرة لأنه بصير تنترك بالفريزر إيه بس إذا بدك تستطعم مزبوط بالعسملية ما بدك إياها كتير تش يعني بدك تعملها لأنه بالفريزر إذا فوتها وجاء بعدين حليت خفت تش بس أنه فكرة حلوة كمان أكيد مرسي. أوكي هلأ مثل ما قلنا نحن المانج عم نعملهم عم نخليهم يصيروا بوشيه وهيك بس نحن ما في كثير وقت بدنا هلأ نضطر نشيلهم بس مثل ما قلنا أنه الأفضل يكونوا حاطينهم 4 ساعات 5 ساعات بياخدوا طعمة أكتر وبتصير أطيب. أوفر نايت نتركهم ليلة؟ فينا كمان أوفر نايت أفضل وأفضل هيك بيكون حضرت عليك تاني نهار ما مزبوط. يعني تاني نهار صارت سهلة مزبوط. أوكي معنا 5 دقائق بالخمس دقائق رح نخلص مونتاج هالديسير. على كل حال نحن صرنا على تقريبا آخر ستيب يا
عطي الخمس دقايق اخذت شوف خمس دقايق ولك كيف عمليت لحطوا شوي صغيره سقعهم لانه بدنا ننتبه كثير مهم عندنا قشطه ما نحط سخن وبارد مع القشطه لانه كثير دغري بتضرب القشطه اوريدي هي بتجي بتكون على يعني حتى لو كانت طازه ما بتضاين كثير اوكي عندنا الكبيات الفرين رح نحطهم هون رح نحط بالكعب رح يكون نوع layers يعني طبقات صح مزبوط اوكي رح استعمل شوي صغير من السيرو لانه السيرو طيب تبعها حلو لما بناخذ الدسرات التقليديه العربيه وبنصير بنقدمهم بالاسلوب مزبوط ترندي اكثر شوي او حسب الموضه اكثر شوي يعني هالدسرات الحلوه والطيبه والغير شكل والقديمه مزبوط بتستاهل تنعرض اكثر تنشاف اكثر اكيد الناس من غير بلدان ومن غير ثقافات تشوفها وما رح تشوفها غير لما يعني تتجدد لانه لما تبقى تقليديه الناس ما بتركز مزبوط على اخر الشهر اخر الشهر انا ب 23 24 25 رح اكون بفرنسا انا والشيف اللبناني المشهور شيف جو بارزا رح نروح نمثل لبنان ب ليزيتوال دو موجان هيدا فيستيفال بيصير بفرنسا كل سنه ورح نشتغل اكيد على برودوي لبناني اوكي اكيد هو كثير بيشتغل على الفريكه وانا رح اعمل قصص ديسير لبناني مثل ما كنت عم بتقول انه نحن اكيد مثل كانه نحن سفرة للاكل اكيد الاكل اللبناني وللديسير بدنا نفرجيهم طعمات والتكنيك اللي نحن بنشتغل عليه اكيد ما رح اعمل انا الديسير اللي بينشغل هون بالمحلات الحلو العربي رح اعمل اكثر مثل ما عم نشوف هون اشياء مركبه تركيب بس بالطعمات اللبنانيه اوكي اوكي بكره بتخبرنا بتفرجينا صور لكن اول طبق حطينا العسمليه بعدين شويه قشطه وصلنا لهالمفروكه فستق حلبي مع صح موارد وسكر مزبوط. طبعاً فينا نحطهم بالملعقة بس بنصير بدنا نجوي الفيرين اللي عم يعملوا الشيف عم بحاول إنه أوكي كتير بيهمنا إنه نقدر نزين الطرف تبع الكباية لتعطي حلو ما بعرف ليه كثير بحب احط هيك ضغط على الشيف بعد في دقيقتين شو بدك تعمل؟ ما بيأثر بدقيقتين بضلها تنلعب لاخر ثواني تحس حالك بمسابقة باسكت بول تحضر حالك من هلا للفستيفال اللي رايح عليه اوكي رح اعمل هلا وحدة لحتى نقدر نفرجي المشاهدين كيف طلعت بتعرف انه نحن بنقول دائما انه الدسير اللبناني التقليد كتير طيب أكيد كتير طيب بس مين بيقول أنه ما فينا نعملها مثلا مع فواكه أنه مع فواكه كتير طيبة هلأ ديك الجمعة اشتغلنا مع التفاح هلأ مسابق أنه سخنين بعدهم شوي صح الفواكه اوكي هلا فيني اعمل انا ثلاث طبقات بس بصير كثير يعني بتعلى كثير بفتكر طبقتين بزياده عسمليه يعني بتكون اخذت الكروستيون اللي لازم تاخده بعدين هيدا هيك الطريقه اللي نعمل نشتغلها بالرين فيك تعملها مثل ما بدك بس انا بفضل دائما انه بالكعب يكون في البسكويت اوكي بنزينها مع فراز على الوجه بتطلع كمان حلوة نخلصها في بس بفواكه ايه هون لحاطيك فراز شو قررنا رح نسميه عسملية مانجو
اذا بدك او بالفواكه لانه يعني فيهم يستعملوا غير مانجو، فيهم يستعملوا تفاح، فيهم يستعملوا بنان. يا هذا هو الدسير اللي ركبه شيف ان شاء الله لنا اليوم. صحتين، رمضان كريم. نحن رح ناخذ بريك، نرجع لكم بعد شوي.